السلام عليكم. مدرب السياقة بالغازي شعيب، في التعليق أو عن طريق الهاتف أو مباشرة كيتوجه لي هذا السؤال، اللي هو شنو هو الفرق بين الوقوف والتوقف. وتيقولوا لي أن في الشرح مثلا، أو فاش تيتداولوا المعلومات، أو فاش تشرح لهم الدرس، تيقول الدرس كذا وكذا، وباقي عندهم هذا اللبس هذا. علاش؟ اولا غادي نشرحوا هاد الوقوف والتوقف اللي فيه اختلاف. تتلقى مثلا في الشرح ديالو فيه واحد اللبس وغير دقيق ومبهم، وحتى في الترجمة مثلا فاش تتبغي تبحث من مثلا العربية الفرنسية او من الفرنسية العربية، تتلقى الشرح غير دقيق، ولا دخلتي تعمقتي الدماغ ديالك تولي فيه اضطراب، ما تتوليش تعرف هذا الشيء. لاش كاين هذا الاشكال هذا؟ نتكلم معكم بوضوح. مثلا اذا كنتي تتعلم باش تجتاز رخصة السياقة، تبع الشرح ديال المدرب ديالك الكفء، بلا ما تدخل معاه في الجدال وفي صدام، لان انا تنعرف الشيء وقع المتعلم. تبع داك الشيء اللي قال لك، داكشي اللي قال لك على بالخصوص فاش يتعلق الامر بالوقوف والتوقف حتى تدوز الامتحان ديالك. غادي تتبعوا معايا وغادي نشوفوا نتكلموا على التريطوار اللي فيه اللي مصبوغ بالالوان. اولا كما تتشوفوا في الصورة، التريطوار يعني الرصيف اللي ما فيه حتى لون وما كاين حتى تشوير، وتيكون هذا الرصيف ظاهر، وتيكون كما تتشوفوا على شكل باركينغ طويل. هنا عندك الوقوف والتوقف مسموح، ولكن الشرط كما قلت لكم ما يكون حتى شي تشوير عمودي، يكون التريطوار عادي ويكون على هذا الشكل هذا. هنا الوقوف والتوقف وقف كما بغيتي. هنا غادي نتكلموا على هذا التريطوار اللي تيكون في، سمعوني مزيان، اللي تيكون في الطريق العموميه، يعني ثلاثه الالوان اللي بمواصفات قانونيه. تيكون تريطوار مصبوغ بالبيض والاحمر، تريطوار مصبوغ بالبيض والاخضر، والتريطوار اللي تيكون بالاصفر كما تتشوفوا الصوره. ما نتكلموش على الاماكن الخاصه، مثلا معمل شركه وزين، تيكونوا تيصبغوا بالالوان كما بغاو، ولكن هنا تنتكلموا على الالوان القانونيه بمواصفات قانونيه. تتكون جاي مثلا بالسياره ديالك وكتقرر باش توقف هنا في هاد التريطوار، وهاد التريطوار هذا اللي مصبوغ بالابيض والاحمر واللي فيه نقاش وجدال. هنا واش مسموح الوقوف والتوقف؟ لا اسيدي، راه الناس راه غالطين في هاد القضيه، راه ممنوع الوقوف والتوقف، يعني ممنوع تركن وتنزل من السياره، وممنوع حتى تنزل الراكبه وتهضر في التليفون. القانون واضح في هادشي، بلا ما يبقى يقول لكم شي واحد شي حاجه. كما تتشوفوا راه مثلا كما تبان لكم في الصوره، تيديروا في الضوء الاحمر، الضوء الاضواء الثلاثيه، تيديروا التريطوار في القنت. اش يعني القنت؟ يعني القنت ديال التريطوار، ودير لك خط في الارض بيض طويل، يعني راه ممنوع الوقوف والتوقف، بلا ما يبقى يقول لكم شي واحد شي حاجه. تقولوا علاش السائقين تيوقفوا ولا يتوقفوا في هذاك واقف نزل من الطوموبيل وخلاها؟ لاسباب. السبب الاول، تي مثلا هذا اللي تيوقف في السياره وتينزل او تيهضر في التليفون، اشي تيقول انا فوق القانون، او تيقول ماشي شغلي. هذا اولا. او مثلا عنده المعلومه مغلوطه في عقله وتيقول ممكن نوقف او نتوقف، عنده هو المعلومه في الدماغ ديالو خاطئه. او مثلا تينزل السلعة أو راكب بعد ما يستأذن أو استشر الشرطي، وهنا تتولي عندهم مسؤولية مشتركة بزوج. أو تيكون مثلا شي عطا في السيارة وتضطر باش يوقف، ولكن ما خصوش يوقف وقوف، يبقى خصو يدفع السيارة يحيدها من تماك إلا في حالة إلا طاحت العجلة. أو مثلا تيوقف والشرطي ما تيشوفوش مثلا فاش يبغي ينزل ولا تيهضر في التليفون، ما شافوش او تيتغاضى عليه. اذا هنا راه ماشي وقف او توقف قانوني. الا كان التريطوار مصبوغ بالبيض والاحمر بدون نقاش، راه ممنوع الوقوف والتوقف، انا راه شرحتها بلا ما يقول لكم شي واحد شي حاجه.
تتكون جاي مثلا بالسيارة ديالك وتتلقى هاد التريطوار المصبوغ بالبيض والأخضر. هنا مسموح الوقوف والتوقف، تنزل تهضر في التليفون تمشي تقضي غراضك القهوة ماشي مشكل، ولكن ماشي بالمطلق، يعني ماشي توقف في السيارة وتخليها حتى الغد لي هنا، لا، لأن بغيت توقفها تدور على 24 ساعة في الباركينج. هنا راه الطريق عمومية، لأن إذا كان ليل كانت جات في الدورة كان هنا تيولي إشكال، توقف تقضي غرض ولكن باش تخليها حتى الغد ليه لا. الوقوف فاش تبغي تباركي يعني السيارة ديالك خص في الباركينج، تتكون جايب السيارة ديالك وكتلقى هاد التريطوار مصبوغ بالأصفر. التريطوار اللي مصبوغ بالأصفر راه بحاله بحال التريطوار اللي فيه الابيض والاحمر، نفس القاعده، ممنوع الوقوف والتوقف. اذا هذا التريطوار اللي فيه المصبوغ بالابيض والاحمر والاصفر ممنوع الوقوف والتوقف، رانا شرحتهم بجوج. الاخضر راه مسموح لك توقف ولكن باشي ماشي بالمطلق. اذا المعلومه، اي معلومه اللي بغيت نوضح لكم، اي معلومه في قانون السير خصكم تاخذوها بالقواعد، وفاش تكون عندك القاعده صحيحه ما تكونش عندك اشكال. ما تشوفش الناس، ما تشوفش شو واحد دار خطا وتقول مال هذاك، هذاك شغله هذاك، ولكن انت خص تكون عندك القاعده وستاشر وتفهم بالقواعد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.